معك رئيس الجمعيات قدماء المحاربين وقدماء العسكريين والزعماء. هنا المهمة ديالنا كنقوموا بهاد المتقاعدين بجميع المجالات، لا من ناحية ديال المعطوب الحرب، لا من ناحية ديال المسائل ديال لا عنده شي خلصة ما تخلص فيها أو ما كانش كيتخلص. كنديروا هاد المعلومات وكتدخل السفارة الفرنسية باش كتشوف هاد الناس المعطوب بالحرب، يعني كتأدي لهم الرجل الاصطناعية، اليد الاصطناعية، باش يعني الحمد لله على هاد السفارة الفرنسية اللي راه هي قايمة الشغل ديالها. وكنشكروهم بزاف، وكنشكرو المسؤولين ديالنا، كنشكرو مؤسسة الحسن الثاني، كنشكرو رئيس الكاتب العام ديال الجمعية قدماء المحاربين ديال المغرب، حتى هو عنده وصية على هذا الشيء. والحمد لله حنا كنبغيو كل متقاعد معطوب أو معطوب حرب أو ما توصلش بالحقوق ديالو، حنا هذه هي المهمة ديالنا، كنقومو بهذه الأعمال الجمعوية باش المتقاعد كيحس براسو راه في الوجود، والحاجة اللي خصاتو كنقوم معاه عليها. إلا كانت لاباراي كنصبو له لاباراي، كانت مساعدة مادية كنساعدو بمساعدة مادية، كان خصو ميتيال أو هذا كنصوبوها له. يعني الحمد لله الله ينصر سيدنا هو اللي عطينا هاد الحقوق، الحمد لله الله ينصره والله يخليه لينا والله يحفظه لينا والله يشافيه والله يخليه لينا والله ينصره عاش الملك.